النقيب بعشرين كيقول بأنه شوفوا المغالطات الكبرى، يقول بأنه المتهمة دنيا باطمة محكوم عليها بسنة فقط لأنها تخاصمت معايا ولأنه السب والقتل. وفين كانت السب والقتل؟ كان في حساب حمزة مربيبي. شكرا لك سيدي النقيب لأنه هذا اعتراف ضمني بأنها صاحبة الحساب ولا عندها علاقة بالحساب، هذا اعتراف منك. أنا ما أسب بدي حساب شخصي، فين كان السب والقتل؟ شكون اللي دعي؟ أنا قلت لكم دعي حساب حمزة مربيبي، وأنا أتحداه أمامكم أنه يجيب شكاية موقعة باسم سعيدة شرف ضد المتهمة دنيا باطمة أو ضد أي واحد من المتهمين، لا مني أو من هيئة دفاعي. ما عمري رفعت شي شكاية، تحداه جيب لنا رقم الشكاية، وإذا أنت رجل قانون جيب لنا الشكاية ومن غير الشكاية، جيب لنا رقم الشكاية وجيبها لي موقعة باسمي. ومشيتي كتقول للناس أنه تم استدعائي ثلاث مرات وما بغيتش نمشي للمحكمة، شكون أنا زعما فرعون؟ علاش كتكذبوا على الناس؟ علاش؟ ولتحداك تجيب أنه استدعاء وصل لي، أنا وصلني استدعاء يعني قدم لي ولو وصلني وما مشيتش. لم أتوصل بأي استدعاء.